السلام عليكم. في لستة كانت معمولة بخصوص مشاريع قومية مصرية. اللستة دي بيقولك فيها انت ازاي تنفذ هذه المشاريع وانت عليك ديون خارجية. يعني انت عليك مثلا 145 مليار او 148 مليار ديون خارجية وجاي تعمل لي مثلا عاصمة ادارية، جاي تعمل لي مفاعل ضبع نووي. اوقف هذا الكلام بشكل مباشر. دي كانت النغمة اللي بنسمعها من وسائل اعلام اجنبية وغربية حتى قبل وسائل الاعلام الاخوانية. ولكن عايز اقول لك انه النهارده وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر ركز على الجزئيه دي تحديدا لانه معمول معاه حوار بخصوص هذا الجزء. النهارده بتعمل مفاعل نووي في الضبعه. هذا المفاعل ممكن يتكلم في حوالي 30 مليار دولار تكلفه، ورغم كده مصمم على انك تكمل هذا المشروع. الجزئيه دي هنتكلم فيها، ولكن وطبعا هنتكلم عن دخول كوريا كشريك في هذا المشروع، لان النهارده العلاقه المصريه مع كوريا الجنوبيه دخلت محاور مختلفة. ولكن خلينا نتكلم على انه الجيش المصري القوات المسلحة المصرية اعلنت عن انشاء اول بنك بيولوجي في مصر. نتكلم على ما يسمى بالجينوم المرجعي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده خطير جدا ومهم للغاية. انت عندك مش بس يكون اول بنك بيولوجي في مصر، ده اول بنك بيولوجي في القارة كلها وفي الشرق الاوسط. يعني النهاردة انت لما بتعرف انه في بنوك في مجالات مختلفة، سواء بنك دم او بنك اي شيء من اللي بتعرفه، هذا البنك وظيفته انه يجمع اكبر قدر من هذا الشيء ويحتفظ به ويكون عنده عشان يكون مرجع ليه في هذا الشيء. الجينوم المرجعي اللي انا يعني مشروع الجينوم اللي بتكلم عنه المصريين ده، مشروع بيعتبر كده انت بتدرس فيه، بتجمع كل عينات اكبر قدر ممكن من عينات المصريين في الامراض الوراثية عشان تدرسها وتحتفظ بهذه العينات دون ادنى خوف على فسادها او على ان هيصيبها ضرر من التخزين. انت عندك بنك مرجعي في هذا النوع عشان تدرس هذه الجينات، تدرس طبيعة العائلات، يعني تدرس عائلة كاملة، بتدرس ما فيها من صفات وراثية، بتدرس ما بها من امراض من اول الجد الكبير وانت نازل اللي هم ليهم يعني هذه المراجع الجينية في هذا البنك. وطبعا من خلال ده بتدرس مسببات هذه الامراض وعليه فانه بتتفادى انك تنقل الامراض دي لاجيال قادمة او لنسل من العائلات دي، بمجرد انك يعني بتدي لهم الهيستوري بتاع العيلة في هذا التاريخ المرضي واسباب هذا يعني التاريخ المرضي الصعب. طبعا ده مشروع ضخم جدا، له جانب طبي، له ابعاد اعمق بكتير جدا من اللي انا بكلمك فيها، لكن انا بديلك كده الميرجنز او الهوامش الخاصة بهذا المشروع، لانه مشروع يعني مهم جدا لصحة المصريين. ممكن موضوع زي ده يمر مرار الكرام على كتير من المشاهدين، ولكن بقول لحضراتكم انه الجانب الصحي والاهتمام به هو من اولويات مصر النهاردة، رغم انه كتير من النقد بيوجه. ولكن خليني اقولك انه المشاريع دي بتفرق مع المصريين كتير جدا، خاصة اذا كانت متعلقة بصحة المصريين. مفيش انتاج بدون صحة بكل تأكيد. نرجع لمشروع الضبعة النووي، لان كوريا النهاردة داخلة بتشارك طبعا اتفاق بين شركة اللي هي الهايدرو باور الكورية مع شركة ASE الروسية. شركة ASE الروسية هي شركة المفروض انها تابعة لشركة روزتوم. الشركة روزتوم دي الشركة اللي هي الحكومية الروسية اللي مصر تعاقدت معها على، طبعا هي تعاقدت مع روسيا ولكن دي شركة الحكومة، على انشاء مفاعل الضبع النووي اللي له اربع وحدات، كل واحدة بتتكلم في حوالي 1200 ميجا وات، يعني 4800 ميجا وات. فجت الشركة الكورية في مفاوضات من ديسمبر الماضي. تخيل حضرتك انه هذه المفاوضات كانت المفروض تنتهي في وقت سابق ولكن لم يحدث. ولما اتكلم نائب مدير الشركة على سبب تعثر المفاوضات قال انه في مشكلة بسبب اللي حصل من حرب روسية اوكرانية. تخيل حضرتك روسيا بتحيل جزء من المشروع لشركة كورية جنوبية متخصصة في مجال التكنولوجيا النووية، وده مجال لا يستهان به عشان تعرف لما نتكلم على مشاريع زي دي. يعني النهاردة الصفقة دي عشان تعمل يعني مشاريع لـ80 حوالي 80 شيء هيتعمل او 80 جزء هيتعمل في هذا المفاعل عن طريق هذه الشركة، بتتكلم في 2.25 مليار دولار. ده بس في جزء من المفاعل، لما نتكلم على يعني مفاعل الضبعة النووي ده بيعادل بعملة كوريا الجنوبية حوالي 3 تريليون من العملة اللي هي الوون الكورية الجنوبية. فشوف حضرتك عندهم مستهدف، يعني الراجل اللي هو مدير الشركة اسمه يونسوك، الراجل ده لسه متغير من حوالي شهرين بالضبط، لانه كان في مدير سابق ليه له اتجاه مختلف بيعتمد بحسب كلامه على انه يقلص الاتجاه لهذا التوجه النووي، يعني توجهات مختلفة بحسب كلام مدير الشركة امامي. فبيقول لك احنا عندنا مستهدف انه العقد ده خلال حتى عام 29 اعتقد ان احنا نولد او ان احنا نصدر حوالي 10 مفاعلات نووية. شايف حضرتك انا بتكلم على مستهدف
عامل ازاي ودول بتفكر ازاي عشان تستفيد من الوضع ده. اللي عايز اقوله برضو انه اكد نائب مدير الشركة للشؤون الاقتصادية، وزي ما بقولك هي شركة كورية جنوبية تعتبر تابعة للحكومة او بتنقل من شركة تابعة للحكومة، بيقول لك احنا كل شيء تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية، وان احنا في مشاورات مستمرة طول ما المشروع مستمر، وان المشكلة بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية لن تعيق اتمام هذا المشروع وعملية نقل التكنولوجيا. بيقول لك كمان ان كل شيء او تم ازالة كل العوائق المتعلقة بهذا الموضوع. عايز اقول لك برضو وجهة النظر المصرية، لان دكتور محمد شاكر تم اجراء لقاء معه. خد بالك ان النهاردة رئيس محطة او مفاعل الضبعة النووي تم تجديد الثقة فيه لسه من ايام قليلة. هذا الرجل 4 سنين وتجدد ليه كمان 4 سنين، هتبدأ بدايتها ال4 سنين القادمين يوم 5 سبتمبر القادم. هذا الرجل تجديد الثقة فيه يعني انت مكمل على نفس المسار، على عكس المسار اللي حصل مع محافظ البنك المركزي، لانه عدم تجديد الثقة وداك في اتجاه تاني في التعامل مع السياسات، زي بالظبط وزير التعليم، زي وزارات كتيرة جدا او هيئات انت بتغير رأس الهيئة، فانت معنى ده انك بتتجه لسياسة تعتبر مختلفة، لكن معنى ده انك مكمل في هذا التوجه مع رئيس محطة او مفاعل الضبع النووي. ولكن سؤال الوزير محمد شاكر، الوزير محمد شاكر مش رد بس وقال ان احنا عندنا يعني تعليمات من الرئيس بانشاء المحطة، ده الراجل قال لك بالظبط كده ان احنا عندنا تعليمات بالاسراع في خطى الانشاء. يعني انت عندك ناس بتتكلم على انك توقف هذا المشروع، والدولة شايفة انه هذا المشروع ذو اهمية كبيرة جدا، مش بس الدولة، الشركة الكورية لما بتتكلم على هذا المشروع بتقول لك ان احنا نأمل ان مصر تستفيد من هذا المشروع، لانه هيكون في منتهى الاهمية ليها، هتصدر بيه طاقة لدول في اوروبا، بيتكلموا على اسماء دول بعينها زي بولندا زي تشيك، وكلموا كمان على المملكة العربية السعودية. الوزير محمد شاكر قال لك النهاردة احنا عندنا تعليمات من الرئيس بالاسراع في هذا المشروع، مش بس كده، ده يعتبر من اولويات الدولة، يعني انت عندك اولوية في تنفيذ هذا المشروع. فمعنى ده انه مفيش تراجع عن تنفيذ هذا المشروع، لانك بدأت الصبة الاولى للمفاعل الاول من حوالي شهر يوم 20 يوليو الماضي. النهاردة مش بس بنتكلم على ده، انت النهاردة مجهز انك تبدأ الصبة التانية في 19 نوفمبر القادم للمشروع او للمفاعل التاني من محطة الضبعة النووية اللي هو قدرته حوالي 1200 ميجا وات. فانت مكمل في المسار وعايز تعمل اسراع لانشاء البنية التحتية الخاصة بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن عشان تبدأ تولد طاقة من هذا المشروع 2028، وتبدأ تسد الكارد اللي عليك اللي هو جاي من روسيا، بنتكلم في 25 مليار دولار، 25 مليار دولار بفايدة 3% من قبل روسيا، وده بيمثل 85% من قيمة المشروع، و15% من قيمة المشروع هي من خزينة الدولة المصرية. بتبدأ تولد طاقة في 28، تبدأ تسد اللي عليك لروسيا في 2029. طبعا أكيد لما بنتكلم على سداد ديون لروسيا، فأنت هنا بتعمل دراسة جدوى، هتطلع طاقة قد إيه وتسد ديون قد ايه، هيحصل فائض قد ايه في هذا المشروع. استحالة تعمل مشروع وحضرتك تطلع طاقة تبيعها مثلا بسعر معين وتسد ديون بسعر اعلى من الطاقة اللي انت طلعتها، يبقى انت كده طبعا بتتجه لاتجاه خاطئ جدا. لكن اكيد من دراسات الجدوى واضح انه هذا المشروع يعني بيكلف نفسه او بيسد ديونه بنفسه بدون الاعتماد على اي شيء من الدولة. عايز اقول لك كمان انه بيستخدم في هذا المشروع يعني محركات او تكنولوجيا محاكاة للجيل الثيرد بلس اللي هو الجيل الاعلى في هذا النوع من المفاعلات، بتسمى كده او نوعية المفاعلات تسمى كده الـ VVER 1200. هذا النوع من المفاعلات هو بيستخدم في احدث انواع المفاعلات على مستوى العالم. الشركة الكورية بتتكلم عنه ان ده المفاعل المستخدم اللي هو ليتست احدث شيء في هذا المجال. عايز اقول لك ان الشركة الكورية باحترافها بتقول ان ده اضخم مشروع ندخل فيه من 2009. تخيل معايا ان هما ما عملوش مشروع بهذا الضخامة وهذه الضخامة او بهذا الحجم من وقت ما عملوا مشروع نووي، مفاعل نووي في الامارات كانت تكلفته 20 مليار دولار. النهاردة مشروع بيتكلم في عقد بالنسبة لهم 2.2 مليار دولار. ولكن عايز اقول لك انه هي مركب بالنسبة لنا وماشية، دولة وبتسير على خطى، بتتعرض لازمات، بتتعرض لمشاكل، ولكن احنا محتاجين نعرف انه هذه الدولة يجب انها تنقل تكنولوجيا، تنقل فكريا، تنقل عقليا، تنقل تعليميا. عايزين اجيال قادمة بدل ما تكون مستوردة لهذه الصناعة تكون مصدرة لهذه الصناعة. انا بكلمك الوقت على يعني طموحات كوريا في هذا المجال. شركة رئيسية في كوريا بتطمح في ايه؟ في 10 مفاعلات. النهاردة عاملين 80 منشأة في هذا المشروع النووي المصري. فدول بتتميز بريادة او في ريادة في مجالات معينة. كلمتك عن الرقائق الالكترونية الحلقة الماضية، كلمتك عن التعاون
الكوري مع مصر. بلاش ده النهاردة أو السنة دي، في بداية هذا العام أعتقد يوم 20 يناير 2022 مصر وكوريا اتفقوا على أنهم يصنعوا الكيناين هاوزر أو المدفع الكوري، وهذا المدفع المفروض أنه هيصنع في مصانع حربية مصرية لأول مرة في تاريخ مصر. هذا المدفع اللي حضرتك شايفه، هذا المدفع بيصنع النهاردة أو هيصنع في مصانع أبو زعبل للحربية، اللي هو مصنع 200 ومصنع 100 حربية، مصانع معروفة بأرقامها دي. المفروض الاتفاق ده تم خلال الفترة الماضية. مصنع المدفع ده أو المنظر حضرتك شايفه ده كوري بامتياز، فمعنى نقل التكنولوجيا يعني أنت النهاردة بتصنع هذا المنتج في مصر عشان تستفيد وتعرف كيف تصنع أو كيفية أداء التكنولوجيا الخاصة بهذه المنتجات. كوريا متفوقة، متفوقة في مجالات تكنولوجية، مجالات عسكرية، وتحس ان المجالين مرتبطين ببعض جدا. يعني هي تكنولوجيا تستخدم في الصناعات الدفاعية، تستخدم في التكنولوجيا الخاصة بالشرائح او الرقائق، تستخدم في التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النووية. يعني هي تكنولوجيا بمعنى عام كده بتسمى النو هاو. النو هاو دي هي المستهدف بالنسبة لنا في مصر، انها تجذب او انها تجلب هنا عشان تعرف كيف تصنع الشيء او كيف تتميز في شيء معين، يديلك ادفانتج على دول كتيرة، ويبدأ الدول دي او تبدأ انها تعتمد عليك في هذا المجال. يعني بالظبط زي ما بيحصل النهاردة مع كوريا ومع اليابان ومع الصين ومع دول معينة. طبعا كوريا كمان من الدول المشاركة في تصنيع عربات مترو الانفاق الجديدة في القاهرة، بنتكلم على الخط الثالث. فكتير من المجالات التعاون الخاصة بين مصر وروسيا، او عفوا بين مصر وكوريا. دي كانت يعني تفاصيل بسيطة عن هذه العلاقة وهذا المشروع، لو مشروع مفاعل الضبع النووي، ودخول كوريا كشريك في هذا المشروع، رغم ان كوريا كانت من الدول اللي بتفرض وتساعد في فرض عقوبات على روسيا. كوريا من الدول اللي قطعت البنك المركزي الروسي، وقطعت صندوق السيادة الروسي، وشاركت في حملات ضد روسيا وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن النهاردة هي لعبة المصالح. النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على روسيا من جانب، ولكن روسيا بتجد متنفس في انها تنفذ مثل هذه المشاريع. عايز اقول لك قبل ما انهي الحلقة، النهاردة هذا المشروع بيتم باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واكد ان هذا المشروع بيتم عليه اشراف عشان محدش يتكلم على اي شيء مخالف في هذا المشروع، وكل شيء معروف ومعلوم. هذا المشروع مش الاول ومش الاخير، في دول كتيرة عندها هذا المشروع. بقول لك الامارات النهاردة، بقول لك في اوروبا دول عندها هذا المشروع، عندها محطات تولد طاقة من الطاقة النووية. في النهاية بشكركم جدا، ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.